بس اخونا ابو شميس عنده ملاحظه، وهذا يمكن حتى اخونا مصعب العنزي طلب مني ايضا انوه عنها، ان مقترحين الاخوان على في ديوان قدساوي الاتفاق مع احد اللجان الخيريه لتوفير رابط تبرع لاسره الفقيد، طبعا العامل حمدي فؤاد العامل في نادي القادسيه اللي انتقل رحمه الله تعالى بسبب يعني الامطار اللي خرت في صاله فتحان الهلال المطيري. وانا اذكر السبب عشان اوضح ان ترى وفاته كانت بسبب خلل من منشاه وعمل رياضيه. قاعد يعمل نعم بعمله، كان اثناء عمله يعني. فيطلب التبرع لاسره الفقيد، وتكفل اللجنه بايصال المبلغ بعد ذلك لاسرته. حسب كلام اخوي مصعب العنزي ان الفقيد ايضا توه متزوج معرس جديد. نعم. فيعني كنوع من المساعده لهذا الرجل. ما ادري ايش اقول والله، يعني يؤسفنا صراحه، يؤسفنا في بلد شركات ما ادري هيئات تسبب في 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 رحيل اشخاص ووفاه اشخاص، اسره تتيتم، اطفال يتيتمون، يعني والسبب ما ادري ايش اقول، المتسبب يعيش حر طليق ولا يدري عن هوى دار المتوفي ولا يدري ان شاء الله 20 واحد يموت. يا عمي موت بالطقات. تعرف المسبب الحين؟ ما ادري عاد المتسبب اللي بيحقق اللي يحقق معناته الدله شايفه اللي يحقق بالموضوع راح يعرف، ما في احد يموت بدون سبب. انت تتوقع في راح يصير تحقيق بالموضوع؟ والله بعد على قولتك اهم شيء انه لا يقصرون عنه ان شاء الله اهم شيء هذا ما يقصر ان شاء الله انتهى الموضوع يعني. ايش رجال توفى الله يرحمه.